مجدي يزجي، ربما لم نتفاجأ كثيرا مما قال ترامب، هذه عادته في كل محاكمة مجدي، يعني لم يكن هناك جديد، كانت هناك اتهامات طالت وزارة العدل وطالت واشنطن. صحيح فضيلة، قد لا يكون هناك جديد فيما قالوا من ترديد الاتهامات للديمقراطيين وأنها كلها حملة مطاردة ساحرات أو المصطلح المعروف جدا والمشهور في الداخل الأمريكي هنا ويتش هانت، ولكن أستطيع القول لك الجديد هو هذه النبرة الحادة التي خرج فيها ترامب اليوم. عندما كنا نتابع في الاتهامات القضائية والجنائية الماضية عددها 4 ومجمل التهم التي وجهت في هذه الاتهامات 4 يصل إلى 91 اتهام جنائي قضائي، لم أسمع ولا مرة بهذه النبرة الحادة فضيلة. لماذا؟ أستطيع أن أفسر هنا وأستطيع أن أذهب خطوة إلى الأمام والقول بأنها تمس بعصب ترامب، بالنقطة الأبرز والأهم والأقوى في حياته، ألا وهو الموضوع المالي والمادي. سلطة ترامب وثروته وقوته كلها تكمن في نيويورك، في ترامب تاور، في المؤسسة المالية الترامبية، وهذه الثروة ذائعة الصيت في العالم. كان دائما يقول ويروج بنفسه، أصلا سياسيا روج لنفسه سياسيا بأنه هو صاحب الثروة التي لا يستطيع أن يحصي أرقامها، لا يستطيع أن يقول كم يبلغ من الأرقام بهذه الثروة، ولذلك هو ناجح إلى هذا الحد وإلى هذا المدى، ويستطيع أن يأتي بهذا النجاح إلى الأمريكيين أنفسهم، إلى الطبقة الوسطى، إلى الطبقة العاملة في أمريكا، لأنه يدرك من أين تؤكل الكتف بموضوع المالي والاقتصادي في الداخل الأمريكي، ويمكن أيضا أن يلقي هذا الأمر بظلاله على حياة الأمريكيين الاقتصادية. لذلك اليوم سمعناه فضيلة بهذه النبرة الحادة، بهذا الوجع في الحقيقة، وإن كانت الاتهامات يعني مكررة، وإن كنا استمعنا لهذه الاتهامات من ترامب مرارا وتكرارا ضد بايدن والسلطة القضائية والادعاء العام، ولكن النبرة مختلفة والنبرة جديدة. نعم. وفيها وجع وألم حقيقي، لأنها ويبدو غاضبا جدا السياسي والمالي والاقتصادي، لأن لغة فضيلة. جسد ترامب تعبر عن غضبه الشديد وحنقه مما يجري. ترامب قال بأن لا بنك تضرر مما حدث، وبأنه كان زبونا نموذجيا، ولم يكن هناك إفلاس لأي بنك، ولم تكن هناك أي جريمة، وبأن بياناتها المالية رائعة. لماذا يحاكم إذن؟ فضيلة، هذه الدفوع إذن التي سيعتمد عليها، وهي الدفوع تبدو غاية في المنطق، بأنه لا يوجد هناك ادعاء من قبل الجهات المالية الأخرى المقابلة التي كان يتعامل معها، التي تمثل في البنوك، وبالتالي إن كانت البنوك لم تعترض، إن كانت البنوك لم تسجل أي ادعاءات ضده بشكل قانوني وبشكل قضائي، لماذا يأتي الآن الدور على سلطات الادعاء العام؟ الإجابة أن هناك مصلحة عامة، الحديث هنا أن هذه مصلحة عامة للشعب الأمريكي، وأن هناك تزوير واستعمال لبيانات رسمية خاطئة، لأن هنا في الداخل الأمريكي فضيلة عندما تقوم بملء أي بيانات ضريبية أو أي بيانات مالية لأي بنك، يعتمد على موضوع الثقة، بأنك عندما تضع أرقام خاصة بحسابك البنكي، أرقام خاصة بما تملكين، هنا في موضوع الثقة، بعد ذلك يأتي موضوع التدقيق، وبالتالي وإن كان الموضوع أخذ حوالي 10 سنوات وسنوات من التحقيق، لأنه كما سبق وتحدثنا قبل قليل فضيلة، انطلقت التحقيقات في هذه الدعوة والقضية في عام 2019، اليوم 2023 يأتي الدور على هذا الحديث في القضاء، ويأتي الدور على أن تتبرر القضية، يأخذ وقت الموضوع في التحقيق والتدقيق والتمحيص في البيانات المالية والاقتصادية لأي شخص هنا في الداخل الأمريكي. شكرا لك مجدي يزجي في واشنطن. نبقى في واشنطن ونستضيف مدير مركز التحليل السياسي في معهد هاتسون ريتشارد وايز. سيد ريتشارد وايز، من الواضح بأن ترامب يبدو بأنه ضاق درعا من هذه المحاكمات المتتالية، استمعنا إليه يعني دافع عن براءته من كل التهم المتعلقة بتضخيم ثروته العقارية أو أصوله العقارية. برأيك المظهر الذي ظهر به ترامب اليوم، كيف يمكن تحليله على المستوى الجسدي والسياسي؟
نعم، كان هذا الأمر متوقعا، بدا بأنه قويا وجاء بنفسه وكان الشخصية الطاغية في الغرفة هناك، وطبعا ذكر بأن وقت المحاكمة غريب وأن القاضي كان يهاجمه شخصيا وهو يدعم طبعا من إدارة بايدن ومن وزارة العدل. لم يقل أي شيء غير متوقع بكل تأكيد، ومن الواضح بأنه يريد أن يقاتل وأيضا يستغل هذا مع تقدمه لأن يبني أكثر أو ليحقق ريادة أكثر. شكرا لك ريتشارد وايز، مدير مركز التحليل السياسي في معهد هاتسون في واشنطن. شكرا.